من أبرز الرواية عن رواية ابن كثير رحمه الله الإمام البزي رحمه الله، وهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم البزي. توفي البزي رحمه الله سنة 50 و200. البزي إمام عظيم، وله شيخ بل قرين اسمه القواس، الإمام القواس. والقواس له أيضا طلاب، منهم الإمام قنبل، وسنأتي على الكلام عليه. أرسل القواس تلميذه قنبلا إلى البزي يقول له إن هذا الحرف ليس من قراءتنا، يعني ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. هكذا بلغ القواس أن البزية يقرأ طلابه ويأتيه الموت من، وهذه الآية هي الآية 17 في سورة إبراهيم، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فقال له فقال القواس لقنبل اذهب إلى البزي وقل له إن هذا الحرف ليس في قراءتنا، يعني نحن لم نقرأ هكذا عن عبد الله بن كثير، وإنما يخفف من الميت من قد مات، وما لم يمت فهو مشدد. يعني هذه فائدة لغوية خذوها يا إخواني، كلمة ميت إذا أطلقت على من مات وانتهى يمكن أن يقال ميت ويمكن أن يقال ميت، وأما الذي ما زال حيا ولم يمت إلى الآن فلا يقال عنه ميت وإنما يقال ميت. ومنه قوله تعالى إنك ميت، مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون، ولم يقل إنك ميت وإنهم ميتون. لذلك نبه القواس زميله البزية إلى ذلك بأن أرسل له قنبلا. يقول القنبل فلقيت البزية فأخبرته فقال قد رجعت عنه. الآن لنا وقفة مع كلمة قد رجعت عنه. ثم أتى إلى القواس، يعني البزي ذهب إلى القواس من الغد في اليوم الثاني، فقال قد جاءني أبو عمر قنبل برسالتك في هذا الحرف، يعني أخبرني قنبل أمس أنك أرسلته لي أن لا أقرأ بميت بل أقرأ بميت مشددة الياء، وكان معه حرفان آخران رددتهما عليه. يعني كان أرسل قنبل القواس إلى البزي بثلاثة حروف، بميت وبحرفين آخرين. يقول أنا سمعت منه ما الكلام الذي أرسلته به، بميت أخذت بها ولكن في كلمتين أخرين رددتهما عليه لأنني واثق من قراءتي فيهما، وقد كان إكرمة، يقول البزي وقد كان إكرمة بن سليمان أقرأنيها وقد رجعت عنها إلى قولك. هنا يا إخوتي انتبهوا إلى هذه الأمور. أولا يعني القواس له ملاحظة على أخيه البزي في القراءة، وكلاهما تؤول قراءته لابن كثير. لم يجلس القواس في المجالس البعيدة ويتكلم على زميله البزي ويقول هذا جاهل هذا لا يدري ما يروي، لا، أرسل له فاضلا من الفضلاء وهو قنبل، كان يقرأ على القواس وكان يقرأ على البزي أيضا، يقول له قل له هذا الحرف ليس من قراءتنا والعلة هي كذا 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 ما شرحته لكم. إذن انظروا أن القواس قد قام بواجب النصيحة، فالنصيحة يا أهل القرآن واجبة. إذا كان أحد منكم له ملاحظة على أخيه، يعني ليس من الضروري أن يشهر به في المجالس ويقول هذا لا يفهم شيئا وهذا جاهل وهذا وهذا، ثم للأسف هناك بعض الطلاب للأسف الشديد يذكون الخلافة، يذكون بمعنى يشعلون النار بين المشايخ، يأتون إلى هذا يقولون ما قولكم في كذا فيقولوا قولا، فيذهبون إلى الآخر يسألون نفس السؤال ما قولكم في كذا يقول جوابا آخر، فيقولون سألنا فلان فقال كذا فيقول هذا لا يفهم شيئا، يذهبون إلى الأول يقولون سيدي قال عنك لا تفهم شيئا، يقول أنا لا أفهم شيئا هو كذا كذا، وهكذا طلاب السوء والعياذ بالله يشعلون النار بين الشيوخ. فما الحل؟ الحل أن يكون الشيوخ كما هم كبار في العلم كبار في العقل، ألا ينزل إلى مستوى طلاب السوء. فإذا أحد من الشيوخ له ملاحظة على أخيه فليرفع عليه الهاتف، فليرسل له رسالة، فليذهب ليزوره ويخبره بملاحظته ويبين له حجته، يكون قد قام بواجب النصيحة. وانظروا بالمقابل أن البزية رحمه الله تقبل النصيحة من
من القواس أرسل إليه في ثلاثة حروف تقبل واحدا ولم يتقبل اثنين لأن لديه حجة بهما. إذن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية كما يقولون. إذا اختلفنا في مسألة علمية لا يعني هذا أن نبغض بعضنا وأن يسفه بعضنا بعضنا. الاختلاف موجود من الأزل وسيبقى إلى أبد الآبدين لأن هناك شيء في الدنيا اسمه وجهات النظر. الأمر الثالث انظروا إلى الرجوع إلى الحق من البزي. إذا ثبت لواحد منا أن أستاذه أقرأه يقول هذه أقرأني إياها عكرمة ابن سليمان وما هو بميت تبين له أنه غير صحيحة وعكرمة إمام كبير لكن يا أخي سهى في هذا الحرف. إذن السهو وارد على الشيوخ أم غير وارد؟ وارد. فإذا ثبت لإنسان أن شيخه سهى في حرف من الحروف عليه أن يرجع لأن الحق أحق أن يتبع وأما أن يصر فهذا مما هو معيب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم رجعين للحق وأن يرزقنا أن نرى الحق حقا وأن نتبعه وأن نرى الباطل باطلا ونجتنبه. إنه تعالى سميع قريب مجيب. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.